طيب الفارق البدني كان لصالح باتشوكا ضد بوتافوجو البرازيلي، وقدر يكسب 3-0. وزي ما قال فادي العمري، انت برغم الفوارق الكبيره في القيمه التسويقيه للفرقتين الا انه الفريق الاغنى اتغلب. مدربه البرازيلي مدرب بوتافوجو باولو كامبوس، كيف يرى الاهلي فرصه في البطوله ومعلوماته عنه ايه؟ نشوف. الأهلي فريق كبير بالطبع، به العديد من اللاعبين الكبار مثل حارس المرمى الشناوي وطاهر محمد الجناح ومروان عطية لاعب الوسط. هو فريق جيد للغاية. لا يمكنني أن أنسى أن الأهلي سيلعب مباريات قوية، ومن وجهة نظري ستكون رائعة في كأس العالم للأندية بالبطولة التي ستقام في أمريكا. أعرف الكثير عن الكرة المصرية والمنتخب الوطني أيضا الذي يقوم بعمل رائع، وهناك العديد من اللاعبين المميزين مثل محمد صلاح، هو من أعظم اللاعبين الموجودين حاليا على مستوى العالم. وكما ذكرنا الشناوي أيضا حارس عظيم، ومرموش الآن في مستوى عظيم، واحد من الأفضل في الوقت الحالي. لذلك لا ننسى أن مصر الآن مؤهلة لبطولتين كبيرتين، كأس الأمم الإفريقية العام المقبل في المغرب، بلد عظيم وقوي أيضا يقدم كرة قدم رائعة. أيضا فإن مصر مؤهلة لكأس العالم من وجهة نظري، ومصر دائما تجيد اللعب في البطولات الكبرى. لذلك لا ننسى، سيكون هذا رائعا. أتمنى أن أراكم تلعبون كأس العالم، سيكون هذا شيء لا يصدق. This will be fantastic. This will be fantastic. I hope to see you play World Cup. This will be something unbelievable. أعرف الكثير عن الأهلي وأعرف الكثير عن الكرة المصرية وعن نجوم الأهلي، وذكر الشناوي وذكر مروان عطية وذكر محمد صلاح ومرموش. ده كامبوس المدير الفني لبوتافوجو البرازيلي، لكن شايف الأهلي على وجه التحديد في الانتر كونتيننتال فرصته ايه؟ نشوف. انت قمت بتدريب شباب بلوزداد في الفترة السابقة، وواجهت الأهلي مرتين انتهى كلاهما بالتعادل. من وجهة نظرك، ما هي نقاط او ابرز نقاط القوة لدى نادي الأهلي، او ما تعتبره قويا في الأهلي؟ هل نتحدث عن شخصية؟ هل نتحدث عن أداء فني؟ هل نتحدث عن جماهيرية؟ كما تعلم وكما ذكرت، الأهلي لديه حضور عالمي وبصمة حضور قوية عالميا، وكذلك لاعبيه منسجمان للغاية، موهوبين عن حقيق. وأظن أن كل هذه نقاط قوة بالنسبة للأهلي، وكذلك أن اللاعبين لعبوا أوقات طويلة مع بعضهم البعض، الكثير خاضوا الكثير من المنافسات والبطولات، لديهم خبرة. وأظن أن عفوا ده ماركوس باكيتا المدير الفني السابق لبوتافوجو، واللي عنده هذه الدراية الكاملة عن الكرة المصرية والكرة الأهلوية تحديدا. لكن كمان الأهلي هيلاعب بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية، رأيه إيه؟ لدينا أيضا فريق برازيلي سنتحدث عنه، هو بالميراس الذي سيواجهه النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، والذي وقع في مجموعة الأهلي صحبة إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس وأيضا بورتو البرتغالي. كيف ترى مواجهة الأهلي مع بالميراس وهو أيضا من الفرق البرازيلية الكبرى؟ كما تعلم فإن الفريق الأهلي يلعب وكأنه كرة قدم برازيلية. الكرة القدم المصرية أشبه بالكرة القدم البرازيلية، لا سيما في الأسلوب. إذا اللاعبين يتمتعون بالمهارات، يمكنهم أن يلعبوا وجها لوجه بحرية. الأهلي لديه تنظيم جيد على أرضية الميدان، تكتيكات جيدة، حتى المهارات الفردية مميزة، وحتى اسم المدرب والمدير الفني للأهلي. إذن يمكن أن تكون المباراة مفتوحة بين الفريقين. وكما تعلم فإن الفريق والنادي الأهلي يمكنه أن يبلي بلاء حسنا في هذه المباراة ضد بالميراس.
بس كرة النادي الأهلي كرة عظيمة. أذكر أنه في كانت هناك فرصتين للنادي الأهلي وكان بإمكانه أن يغير النتيجة عندما اجتمع ببالميراس، ولكن بالنسبة لي أنا مدرب وأنا بالفعل أعلق وأعول بالأمال في أن أرى مباراة قوية للجميع وأن يعرض الجميع كل مهاراتي، حتى المهارة على المستوى الفردي وحتى على المستوى الجماعي كلعبة جماعية. تابعنا آراء باولو كامبوس مدرب توفاجو السابق وماركوس باكيتا برضو مدرب بوتافوجو السابق، واتكلموا الاثنين عن درايتهم بمكانة الأهلي وأشادوا بالأهلي وبعض نجومه. ولكن باكيتا بقى اتكلم لأنه كمان من خلال رؤيته مع الأهلي مع شباب بوليسداد الجزائري، خبرة في متابعة بشكل شخصي يعني، أشاد بالأهلي. ولما تحدث حتى عن فرصه مع بالميراس، سؤال استباقي جدا عن البطولة اللي هتكون في أمريكا، قال إن الأهلي عنده فرص وأهدر فرص وكسب مرة وخسر مرة، والمرة دي أنا بقول لكم الأهلي هيلاعب باتشوكا، لعبه قبل كده، وهيلاعب بعد كده بالميراس، لعبه قبل كده. المهم الحالة اللحظية والتوفيق الذي سيصادف الفريق في اللقاء ساعة المباراة. طيب، شفنا القيمة والمكانة للأهلي عالميا، وإزاي الأهلي وصل لمكانة أصبح حديث الأوساط الرياضية العالمية، وده مش من فراغ، ده من الإنجازات اللي بيحققها والتواجد العالمي الكبير ليه. الحضور العربي القوي للنادي الأهلي أيضا متمثلا في الرأي اللي انتوا سمعتوه بكل ود وحب ودفء من الصديق اللبناني فادي العمري، أعتقد كمان من لبنان إلى سوريا. نسمع أيمن جادة واحد من أبرز قامات الإعلام الرياضي العربي، رؤيته للنادي الأهلي إيه؟ هي أصلا الأندية الكبيرة في العالم، بالظبط، كبيرة بجماهير، جماهير صح، كل الأندية الكبيرة في العالم لابد أن يكون لها جمهور كبير ومميز، دي حقيقة. ولذلك النادي الأهلي أعتقد يعني يتميز بجمهوره بشكل غير عادي، يعني نتحدث عن نادي يمكن يكون واحد من أكبر الأندية جماهيرية على مستوى العالم، لو تحسب، لو عندنا إحصائيات ونحسب جماهيره، جماهيره في مصر وجماهيره في الوطن العربي، الوطن العربي صح، ويمكن في إفريقيا أيضا. وحتى اليوم كان في صحفي إخوان كارلوس من صحيفة الماركا قدم اعتذار للنادي الاهلي، لانه صحيفه الماركا كانت قللت شوي من شان النادي الاهلي، فقال نحن نعتذر ونعترف ان النادي الاهلي هو من اكبر انديه العالم. هذا نص كلام جميل جميل، يعني حجم الاهلي واضح عند ايمن جاده وكل من تحدثه يراه واحدا من اكبر الانديه على مستوى العالم، ده ديفينيت. يعني مساله الجماهيريه محسومه ايضا، له جماهير في كل انحاء العالم، ودي احنا شفنا فادي العمري ويتحدث عن جماهيرية الأهلي ومكانته، ولكنه يعني يتحدث عن تميز جماهير النادي الأهلي والتفافها حول فريقها وتواجدها المؤثر دائما، وهو ما يجب أن نعول عليه. ما بقناش عارفين ننصح الجمهور وسبقنا، يعني بنقول له ايه ايا كانت النتيجه ومن اول دقيقه لاخر دقيقه، او بقى عنده وعي، بقى معانا، ما هو سابقنا في الحته دي. صحيح. الحقيقه في جزئيه الشعبيه والجماهيريه اللي ايمن جاده اتكلم عنها، قال لك الاهلي لما تبص لحجم شعبيته الجماهيريه في مصر والعالم العربي لازم تحطه في مصاف من اكبر الانديه الجماهيريه على مستوى العالم. وده يخلينا نتذكر دايما لما بنقول ان الاهلي صاحب القيم التسويقيه العاليه وصاحب حقوق الرعاية المتميزة، ده مش من فراغ ولا هبة ولا من وزارة التموين، ده من فرط هذه القيمة وانطلاقا من هذه المكانة والشعبية والجماهيرية اللي تخطت كل هذه الحدود، وأصبحت حتى النهاردة تحديدا صحيفة ماركا الأسبانية تتحدث في تقرير لها عن الأهلي، قال لك الأهلي من الأندية الثقيلة في أفريقيا ويتباهى بسجل حافل بالبطولات القارية، وقالت انه فريق باتشوكا المكسيكي نجح في الفوز على بوتافوجو بطل كوبا ليبرتادورس في ديربي الامريكتين، وبهذا الانتصار عزز باتشوكا اماله في تحقيق حلمه بالوصول الى المباراه المرتقبه امام ريال مدريد
قالت كمان ان مدرب باتشوكا قال ان فريقه ياخذ المباراه امام الاهلي بجديه كبيره، مشيرا الى انه لا يفكر حاليا في مواجهه ريال مدريد. ورجعت الصحيفه تقول باتشوكا اصبح على بعد خطوه واحده من مواجهه ريال مدريد في كاس الانتر كونتيننتال بالدوحه، لكن عليه اولا الفوز على الاهلي في كاس التحدي. ورجعت ماركا تقول الاهلي يعد واحدا من الانديه الثقيله في كره القدم الافريقيه، وقد ضمن مقعده في كأس انتر كونتيننتال بعد فوزه على الترجي التونسي بهدف نظيف في نهائي دوري ابطال افريقيا، ويتباهى الاهلي ديمارك بسجل حافل يضم 12 لقبا قاريا في خزائنه. هي دي مكانه الاهلي، ودي صورته، ودي مكانته، وده حجم شعبيته. حد يقدر يفاصل مع الاهلي اعتقد خسران.